يطلع يكون من دونك يا بلدي يا غالي. خالته انت بتبالغي، ابنك فيه شوية ردود مش اكثر. ما شفته بالبدلة الزيتي. احنا المادة ما بتهمنا. طيب ماشي 72 ليرة. واحنا وين؟ فندق ولا بنك ولا وين؟ سلامات يا عمي. 200 ليرة بحكي لك، مش على المصاري يا اخوي، انا على المبدا بحكي لك 200 ليرة. طب لو سمحت هاي الورقة مش هتخلص الاجرة. اجرة. سلامتك. الله يسامحك. على الطابق الثاني لو سمحت. دكتور لو سمحت يا دكتور. تبعد يا عمي. خلتي واحدة الله اشفي. ابنك؟ عين وصبته. مسحور يا بني. خالته كيف بيطلع يكون من دونك يا بلدي يا غالي؟ خالته انت بتبالغي، ابنك فيه شوية ردود مش أكثر. ما شفته بالبدلة الزيتي وملبسها ما شاء الله عنك. ابني وبعرفه، أنت بدك تعرفني ابني؟ لا ما أكيد أنا ما بعرفه، بس أنا عندي سؤال صغير هو مالوش دخل في الموضوع كله. هو ليش لابس بدلة زيتي؟ خالتي بحكي معك. يا ويلي عليكي يا معبود الصغير رشح والكبير اندعس كله من تليفون. الله برافو، محافظتهم الدرس كمان. الزيارات ممنوعة بكير. الو يا اما، ولا حدا يرن علي اليوم، انا مشغوله، طلعت على المستشفى عن جارتنا المعويس، ابن هندعس وجاي نعمل معها واجب انا واخواني الحاره. عشان هيك ما رن علي اليوم. يلا مع السلامه. اقسم بالله معك 10 ثواني، إذا ما بتطلعهم كلهم وإمي أولهم لأحكي لهم إنك عزابي وبتدور عروس. لا تفكر، أنت دكتور وكلهم عندهم بنات.